تحل اليوم الذكرى 79 لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة، وهي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وتقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم. تقوم الفاو بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد السواء، وتعمل منظمة الأغذية والزراعة كمنتدى محايد حيث تتقابل الأمم المتحدة كلها على أساس الند للند لمفاوضة الاتفاقات وسياسات المناقشة. وتعتبر الفاو أيضا مصدرا للمعرفة والمعلومات الدقيقة. We'll be right back.